وينضم معنا أحمد الحسناوي مراسلنا من بابل. أحمد، بعد القصف يوم أمس، ما هي آخر التطورات لديك؟ يعني آخر التطورات لاستهداف مقرات الحشد الشعبي وتحديدا في منطقة السعيدات، وحسب يعني مصادر أمنية أشارت إلى سقوط عدد من الضحايا وجرحى، بينهم يعني جرحى حالات حرجة كما صرحت اللجنة الأمنية، لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة بابل مهند العنزي، الذي استنكر وشجب هذا الاعتداء معتبرا إياه أنه خرقا للسيادة العراقية، وحمل الحكومة المركزية وحمل الجهات الأمنية العليا مسؤولية أنه الرد قانونيا والرد على الصعيد الخارجي تجاه هذه الاعتداءات، التي أعتقد يعني أو يعتقد أن الضربات التي تعرضت إليها مناطق في جرف الصخر هي كانت بفعل طائرة مسيرة، وأيضا هناك مصادر أمنية أشارت إلى أن ورود معلومات أن الضربة هي تبنتها يعني قيادة القوات الأمريكية، وبالتالي فإن هذا الموضوع قد يضع المساءلة للجانب الحكومي المركزي. مجلس محافظة بابل قد يعقد جلسة استثنائية خلال الساعات القادمة أو اليوم غد أو بعد غد لمناقشة آخر التداعيات وآخر التطورات على المستوى الأمني. في مقابل ذلك، هيئة الحشد الشعبي أكدت أنها ترفض رفض قاطع أي تدخل للسيادة العراقية، وأن يعني يكون العراق ساحة للصراعات الإقليمية أو الدولية، معتبرة أن هيئة الحشد الشعبي أو الحشد الشعبي تحديدا هو هوية رسمية عراقية مثبتة ضمن رئاسة الوزراء. ويعني هناك أخبار أن يعني ما جرى من استهداف لمقر. نعم، أحمد الحسناوي مراسل التغيير من بابل، شكرا جزيلا لك.